أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيدا مثل هذه اللقاءات تصب في صالح المجتمع وفي صالح العراق وفي صالح العام للإسلام إن شاء الله والسلام في آن واحد. كنا نقسم خطين، خط علماني وخط إسلامي. والخط العلماني والإسلامي صعب يتحدون، حيث أنهم يفترقون في نقطة جوهرية. قسم من يقولون أن الإسلام لا دخل له في الحكم، أحزاب إن شاء الله مثل حزبكم كان مع علماني أو فتشي، كل له رأيه، أنا ما تعدى على رأيه، ولنا رأينا أيضا أنه أن الإسلام في كل شيء، لكن هذا لا يقتضي أن نتفارق، وإنما يثبت بعضنا للآخر مقولته، فإن ثبتت صحة ما تقول وأن هذا الذي تقوله في خدمة المجتمع فأهلا به ومرحبا، وإن ثبت ما نقول صحيح فتفضل، أما أنا ألتحق بك أو أنت تلتحق بي، لأن ليس المراد هو الإصرار على الرأي فقط، يعني معناد، وإنما شغلة عامة تريد تفيد بها مجتمعك. أنت اخترت العلمانية لتفيد المجتمع، أنا اخترت الإسلامية لأفيد المجتمع، فإذا ثبت أحدهما ليس مفيدا للمجتمع ذب أبلش بالثاني، هذا إن لم يكن هناك طريق ثالث. مع ذلك لا يقتضي أنه شنو التفارق وازدياد الفارق لو صح التعبير، لأنه أكو فارق، أكو هذا بين كل اثنين يختلفان في الرأي، وعلى قولتهم يقولون أنها ظاهرة صحية ما بيها إشكال، ظاهرة صحيحة أنه اختلاف الرأي، لكنه مثلا عند البعض، طبعا هذا مو رأي، لكنه مثلا كلنا هدفنا واحد، وهو مثلا شنو، وخصوصا أن العلماني خوب مسلم لو صح التعبير يصلي ويصوم، خوب مو أنا أتكلم له، لكنه يفصل الحكم عن باقي الأمور الحياتية أو السياسة عن الأمور الحياتية الأخرى. إحنا نقول لا، أنه هذا السيد الوالد الله يقدس له قال في أحد الخطب أن شيئين للإسلام خالدين، القانون القرآن الكريم والقانون الإسلامي. القرآن الكريم آياته نافذة إلى يومنا هذا، ولا ما كان صلينا وصمنا، ولو كانت منزلة فقط لزمان الرسول كان صلوا إلى فترة 20 سنة حياة الرسول، وبعد ما مات انقلبوا على أعقابهم ولم يصلوا ولم يصوموا، لأن القرآن بس نافذ في حياة الرسول، لا نافذ من حين نزوله وإلى يومنا هذا، لكن أكو أسباب للتنزيل وأسباب لاستمرار الحكم. فكذلك الحكم الإسلامي المستنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية والرسالة العملية التي هي تطبيق للقرآن والسنة، مفروض أيضا أن يكون شنو نافذا، لأنه ما طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن له مطيعون نطيعه في حياته وفي مماته وبعد مماته لو صح التعبير. القانون الذي وضعه الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو واضعه؟ ليس هو، وإنما القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى. خب هذا متفقين عليه أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، إذن الله قد سن هذا القانون لنا، فيكون قانون معصوم كامل شامل، لأنه لا يمكن أن نصفه بالنقص والعياذ بالله. ما يصدر من الله من قوانين المفروض أن تكون شنو كاملة وشاملة، ويمكن تطبيقها على عبر السنين، مر العصور والسنين.
فعليه فعليه قانون الإسلام أيضا شنو نافذ لحد يومنا هذا. وإذا يمكنك أن تطبق تطبقه، لكن لا تطبق يعني لو تنزع ونقول راح تستشكيل وتقول إنه شو القانون الإسلامي ما ماشي الآن، نقول لك ما ماشي لأنه ما مطبق حق تطبيق. لو طبق حق تطبيق لعاش الناس في سعادة كاملة. ولعله يقال إن الذي سينجح في تطبيقه هو الإمام المهدي عجل الله فرجه، لكن هذا لا يمنع من أن نسعى إلى تطبيقه وأن نمهد لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه أو دولة المصلح. لعلنا نقول أكو سنة وأكو شيعة، فإن الجميع يعترفون بشنو؟ بالمصلح، وجود المصلح، بل حتى غير المسلمين يعترفون بوجود شنو؟ المصلح. ولذلك حتى المسيح عندهم أن عيسى ابن مريم هو المصلح، حتى أكثر من ذلك الديانات الغير السماوية عندهم أيضا شنو؟ مصلح يظهر في آخر الزمان. فعليه يجب أن نسعى إلى تكاملنا الإسلامي. وأما أن إذا ثبت عكس ذلك وأن الإسلام لا يمكن أن يخوض بالأمور السياسية، فنبقى على أنه شنو نلجأ إلى أمور أخرى يمكن في ذاك الوقت. لكن أما أن أثبت أما أن تثبت، لكن يبقى شيء مهم جدا أنه الإسلام غير قائم بأشخاصه. الإسلام هو ذات كيان عام شامل، سواء وجد المسلمون أو لم يجد المسلمون. يعني مو عندما يخطئ مقتدى الصدر ها أخطأ الإسلام، ها أخطأ فلان، شوفوا في الإسلام كله خطأ، ترى ماكو شيء. ولا العلمانيين أيضا آلاف من يخطئون ويفشلون في سياساتهم ويفشلون في بنيان دولهم وكذا وكذا. ليش ما نقول ها هذا علماني فالعلمانية فاشلة؟ لا، وإنما الإسلام كيان عام شامل لا يتمثل بأحد إلا المعصومين سلام الله عليهم. إذا أخطأوا والعياذ بالله، وهذا لا يمكن، ذاك الوقت يمكن أن تقول الإسلام أخطأ وهم لا يخطئون. زين، لا إن شاء الله أكيد ما يخطئون، معصومين بعدهم وما بيها مجال. فعليه بما أنه لا يقوم، فلا تحسبن أحدا خطأ أحد على شنو؟ على الإسلام. فلا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه. أيضا مو انه ذاك مسلمين قليلين، الحق يعني المسلم الحق الكامل المتكامل الغير معصوم طبعا قليلين، فانا امشي نكون التحق بركب العلمانية مثلا، لا ماكو شيء. هذا واحد ايضا. والشيء الثاني، انا اظل على الرغم من ان اقول لك السياسة لا تنفصل عن الدين، لكن فرق بين اكو سياسة هي الحكم والسياسة الحقة والسياسة التي تقتضي وجودك مع الشعب دوما. حبيبي أنا أقول بقائي مع الشعب هو السياسة الحقة، أما أن أصير بكرسي معين وأقعد عليه وبعدين أنسى الشعب وأخلي رجل على رجل وأتفرج على الدماء التي تسيل وعلى السيارات المفخخة، وكل يوم واحد منهم يجي أقول له سويت بتل عفار، ها فد أسبوع بين ما أفرغ من هاي الشغلة، تل عفار الدماء تجري ويقول لي فد أسبوع، ما السياسة عادي فد أسبوع عندهم دماء، يعني دماء مسلمين ما لازم شو اسمه كذا، بس دماء عراقية. أتعم علماني ما تعترف، هو مو علماني طبعا هم إسلامي، ما تعترف بدم شو اسمه بدم المسلمين، دم عراقي سيد، عاد أبناء شعبك وصلوك انتخبوك إلى منطقة مكان معين تروح دافع عنهم، لا شوف أسبوع خلي بين ما أفرغ وأسوي لجنة، هي دماء ما بيها لجنة بعد ما لجنة. المهم أن الوقوف مع الشعب هو شنو؟ السياسة الحقة. مو شرط انه اشترك بالانتخابات فهي هاي شنو انا فادخلت بالعملية السياسية، انا مو خارج عن العملية السياسية حبيبي، انا داخل في العملية السياسية، لكن السياسة اللي انا اراها حقا. انت ترى انه السياسة الحقة انه تدخل وتصل الى منصب عالي، رحم الله والديك وجزاك الله خير، اصل. ولذلك انا اتمنى ان المؤمنين المخلصين ان يصلوا الى هذه المراتب لكي يسعوا الى استقلال واستقرار العراق، لا يشرعنوا المحتل والاحتلال ويسيسوا دماء العراقيين، يدخلوها بأمور وإيرادات ومصرف وإيراد مثل ما ينقال على مجنون، يسيسون دماء العراقيين، يضغط على دولة يضغط على مدى كذا شنو كان، ما دام العراقي رخيص يستنكرون عليهم ما عليهم مثلا، ما أقدر أغلط زايد،
ما يقع في بريطانيا من مقتل مدنيين، وهنا الدماء صايرة أنهار وما حد يحكي، لو قصقصها صغرها، وكأنما بريطانيا هي الدولة المقدسة، وكأنما دماء الكافرين هي المقدسة، والمسلم رخيص، ودولة يعني النجف الأشرف دولة أمير المؤمنين ودولة الإمام الحسين وكذا وكذا، هذا كلها صارت هيك فلسطين ما حد يستنكرها. تفجر الكاظمية وكربلاء والنجف ما حد يستنكرها، لكن من تتفجر 8 مناطق في آن واحدة في لندن يستنكر. ليش يا أبو يستنكر؟ لا بد تسوي لها لوفة أمريكا، تغطي على فد فعل ما من أفعالها، سوت لها تفجيرات خارج البلد، حتى شنو؟ حتى تلهي عن العراق، شو عن أفغانستان، شو تيجي تسوي لها فد لوفة منها من الله العالم. هاي سياسات، لأنهم عندهم الاختيار شيء طبيعي. مرة واحد أرسل لي رسالة قريب عنكم، قال لي أنا راح أختالك لأن هذا شيء حلال، ويعني بالسياسة عندنا ما بيها إشكال. قلت له تفضل، شو كنت متي تختالني؟ اختال، إذا تراها حلال اختالني، أنا ما عندي مانع، لا أنا خايف منك ولا أنا شارد منك. قبل أكثر من سنة قلت له تعال أنا قاعد هنا، تعال اختالني، لكن يحكم الله والله خير الحاكمين. ولا زلت أقول له تعال، شو كنت متي تختالني؟ تختالني، لكن شوف سياستك انتصرت، لو سياستي انتصرت حبيبي، أنا ما أدري أجاسر عليكم، بس النجف تهدمت، لكن النجف باقي يا حبيبي، النجف باقية وستبقى وستكون أشرف المناطق حبيبي. ما استطاع أن يختالني وما استطاع أن يفلش النجف الأشرف، قبة أمير المؤمنين ذيك بعدها، ومقتدى الصدر هم بعده، جوز يلتحق بالركب ويموت، لكن مو بسببه، بأسباب أخرى. عموما أنا ما أريد أدعوك للإسلام وأقول لك شيء، أقول لك نصب ما عندنا من إخلاص ومن محبة للناس ولشعبنا، للشعب نخلي، ما نصبه لأغراض سياسية وأغراض دنيوية، لا، خل نرى المصلحة العامة ونقدمها على أغراضنا شنو؟ الشخصية. إذا قدمناها على أغراضنا الشخصية شوي نقدم. حبيبي أنا مرة قعدت أقولها هم ويا السيد القبنشي والشيخ الآصفي الله يديم ظله موجود قاعد، قلت له يلا بخدمتك تعال، شنو تريد من توحد من تكاتب؟ ها بعدين اجاوبك، بعدين اجاوبك. ليش يتحذر؟ عبالة عدة فد عندي فد لعبة سياسية اريد اغلبه بيها؟ لا انا لا عدي لعبة سياسية ولا كذا، والله ما اريد غير شنو؟ مصلحة الشعب العراقي وفقط. لو اريد لعبة سياسية انا امريكا من اول عرضت عليه، تعال صير رئيس بس احط لك نائب، وهي هي كان انا متريس فوق راسكم وقاعد ساكن، كان اقدر اوصلها ببلاش. انا حبيبي رفضتها لانه ادري السياسة مع وجود المحتل خاطئة، سياسة مع وجود المحتل خاطئة، وكل ما نتوحد ونتكاتف هسه تقاربنا باكر عقبه يوزني ويوزك وهمي شنو؟ يفارقنا مرة اخرى. اذا وجود المحتل هو بحرب طائفية وحرب اهلية حبيبي، مو خروج المحتل يؤدي الى حرب طائفية وحرب اهلية، لا ما كان ذلك يوما، ما مئات السنين العراق مستقل ولم تحدث فيه شنو؟ حروب طائفية. حدثت حروب الطائفية في الاحتلال البريطاني والاحتلال الامريكي، الان موجودة حرب طائفية حبيبي، رضيتها فيلق عمر وفيلق مدري كذا، هذا حرب طائفية. مجنون هو حبيبي، عبالة عمر ضد الاسلام، انت اعلنت انه عمر ضد الاسلام حبيبي، سميها فيلق بدر، وسمعت انه يريدون يسوون الشيعة، يريدون يسوون انصار الشيعة على عكس انصار السنة، فجهل فد امور تعبانة انهكته 50 سنة مع حزب البعث. لكن مع ذلك ان شاء الله الاحزاب كلها العلمانية الشيوعية الاسلامية تتحد من اجل فائدة هذا العراق، لانه حقيقة هذا العراق يعني التعب كافي، عاد دماء 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 وتشريد 24 ساعة برا العراق 24، خلي شوي نفيده لننهض به وننتشله من الجهل الى العلم، ومن الدماء الى السلام ان شاء الله. وإذا نسعى إلى هذا التوحد أنا بالخدمة في الصغيرة والكبيرة، وما أطيل عليكم، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، ممنون، الله يبارك. الله يبارك فيك سيدنا.
اللي تفضلت به نقول رأيك صح ولكن يحتمل الخطأ، رأيي خطأ ولكن يحتمل الصح. هاي الأرضية المشتركة من خلالها نتحاور ونتفاهم ونتبادل الآراء على أن نسودنا المحبة والثقة والتعاون، ونضع أمامنا العراق بكل مفرداته، ونضع أمامنا النجف. النجف فعلا باقية، أنت ابن النجف وهؤلاء أبناء النجف، نبقى أبناء هذا الوطن، نتحمل المسؤولية المشتركة من أجل تحرير هذا البلد وتأمين استقلاله وتوحيد شعبه إن شاء الله. فعلى الطريق، طريق المحبة والمودة والتعاون المشترك لخدمة بلدنا سائرون بعونه تعالى، ونسأل الله التوفيق للجميع. شاكرين استقبالك، أخذنا من وقتك، وإن شاء الله اللقاءات تتجدد قريبين إن شاء الله. إن شاء الله، الله يرعاك سيدنا. الحقيقة في المقدمة يجب أن يكون حديثنا على مدينتنا المقدسة. مدينتنا في الوضع الحالي في الفترة الأخيرة كان بيها خروقات أمنية واقتصادية كثيرة، فهذه الخروقات الأمنية والاقتصادية أحدثت خروقات وخلل في المجتمع النجفي. يا حبذا من سماحة السيد، ونريده بكلمة وبالاتفاق مع الكل، أن يتدخل السيد مقتدى حفظه الله ودام ظله، أن يكون في هذه الخروقات أن يضع يده الخيرة في الوضع الأمني والاقتصادي لما يحدث في هذه المدينة من بطالة وأمور أخرى وفساد إداري. فتوجيهاتكم سيدنا الجليل إلى أقول المسؤولين في المحافظة، والأخ ويانا عضو مجلس المحافظة كان يعاني ويعاني ويعاني من هذه المسائل، ودائما يكون فرد ينصد في حجر أمام الآخرين. وشكرا سيدي. شكرا صحيح متوجه، لكن أنا قبل شنت قبل ما تصير حكومة منتخب وكذا أتدخل بأمور نواقص المحافظة. بعد ما صارت المحافظة وكأن المحافظة تنصب لي العداء، ما أعرف ما اتصالها من بعيد وكذا وتدس السم في العسل في بعض الأحيان، وأنا لله وأنها راجعون أحكيها رغم أنك كاميرا أكو. لكن مع ذلك أنا خدمة المحافظة واجب بعنقي حبيبي، وأخدمها في الصغيرة وفي الكبيرة، وأنا أجد أن النجف تسوء حالها يوما بعد يوم، بس على أساس خاللها على غيري لو صح التعبير، تدري النجف مو بيدي حاليا يعني. فأي خدمة أي شيء معين قل لي، أنا المجلس البلدي أقدر مثلا أوصل لفد شيء إذا على صعيد الخدمات بالخدمة، بس محافظة لا، ما أحب أحتك بها، دعني بعيدا عنها ودعها بعيدة عني. أو لا تريد أنا وياك نتعاون لأي شيء، أنا ما عندي مانع بالخدمة. ممنون. وجود السيد الشهيد الصدر محمد صادق الصدر، كان السيد الشهيد يدعو إلى التوحد، توحد العراقيين، والعراق الآن يمر بفترة تمزيق تقودها بعض الجهات السياسية أو الدينية اللي محسوبة على الإسلام أو الغير محسوبة على الإسلام. فنرجو من حضرتكم سيدنا إصدار بيان لتوحيد أو لم الشمل العراقي، وترك هذه مخلفات نظام صدام حسين في التفرقة. هذا يعني طلب من كل عراقي إلى السيد مقتدى الصدر. شكرا سيدنا. موقفنا نادر ما حد يسمع، هو تقديم المصالح الخاصة على العامة، هو هذا اللي سواه.
انه يدري بالتوحد لعله راح يروح فت كرسي كرسيين منه بالبرلمان مثلا يعني، فما يتوحد وياك. وانا لله وانا راجع، بس مع ذلك لا، من واجبي انا ادعو للوحدة. سيدنا، اذا من هذا المنطلق يعني من يدعو ممثل حركة الوفاق في مجلس المحافظة الى اشتراككم بالعملية السياسية حتى تكون لكم القدرة والإمكانية على إصدار القرار السياسي أو الإداري المؤثر على توحيد هذا شعبنا وتوحيد بلدنا، لأنه إذا تبقى بعيد عن العملية السياسية ما راح يكون التأثير القوي والمؤثر على ما تصبو إليه لخدمة هذا الشعب. ونسأل الله التوفيق. هذا رأيي، أنا أجاوبه. أنت ليش جيت تقولي تعال خلنا نساعد وكذا؟ لو أنا بالبلدية لو بالمجلس المحافظة كان جيتني، ما شان جيتني. أنا كجهة شعبية أدعم الجهة الحكومية، فأنا بمنظار الشعبي أفيدك، وأنت بالمنظار الحكومي فيدني، نجتمع نفيد منه الشعب. خليني أنا شعبي، مو كل الشعب يكون يدخل بالحكومة، خلي جهتين، جهة شعبية اللي هي مثلا إحنا، والجهة الحكومية اللي مثلا المجلس المحافظة مثلا أو البلدي أو كذا. أما إذا كنا بلدي بلدي أو كنا محافظة محافظة ما سوينا شيء. لابد من التقسيم. وقت ما تحتاج أنت مثلا مظاهرة سلمية قل لي أبا أريد كذا وكذا، ادعمني بشعبية، أدعمك شعبية خدمتك، فرض اجتثاث البعث وفرض كذا وفرض كذا، ما عندي مانع. أما إذا أنا بالمحافظة عشان أطلع لك مظاهرة، أنت مثلا أخطأ مجلس المحافظة، شلون أطلع لك مظاهرة إذا أنا بالمجلس المحافظة أطلع على نفسي مظاهرة؟ ما ترهم، خليني برا حتى يصير ضغط شعبي على الجهة الفلانية، مو فقط في النجف، كافة العراق، بل في كافة العالم هو هيجي أضغط لك وتحصل بها خدمة الشعب. ولكن اللي يمتلك السلطة تبقى جذورة سلطة الشعب أقوى موجودة بالشعب. بعد ما تمتلك السلطة والجذور موجودة بالشعب، فالتعاون يكون أقوى ويكون مؤثر. حبيبي، الأحزاب اللي اشتركت بالعملية السياسية الآنية يعني وايد هبطت، أنا ما أقول صفرت بس هبطت كثيرا، هبطت هذا لا إنكار يعني. هسه ما نقول أفلست شوي شوي، بس راح تفلس إذا مو سبعة شهر. اسمح لي سيدنا، تفضل. احنا المفروض نعيش في أرض الواقع. إذا حضرتكم دخلتوا الانتخابات، أقصد جنابك أنت، أقصد التيار إذا دخل بالانتخابات، لا احنا نريد توجيهه وتوجيه قوي صراحة يعني. حبيبي خلي خدمك سيدنا من فضلك يعني، مو شكل إذا مثلا تحقق فد 20 واحد مجلس محافظة من خطكم، تمام؟ هذا الخط نظيف وأكيد راح يصعدوا الناس نظيفين، مو يعني راح يصير الحكم بديهم، وأيضا يعني أكون بالجماهير يسندهم، فراح يحققون اللي يردوا إيه الشعب. أما إذا واحد يتلاعب يريد يسرق يريد ياخذ أراضي يريد ما أدري شنو، أكو ناس يصدوه. أكو شيء يعني سيدنا، هاي حقيقة يعني ما ممكن تجاوبك شيء يعني. الشيء الأول أنه بالشرع ما عندنا شيء يسموه انتخابات. أنا تابع للشرع كحكم شرعي، أنا أتبع رسالة عملية، مقلد أنا. دور لي بالرسالة العملية أنه أكو في شيء اسمه انتخابات، أنا أقول لك إياها واجبة لو مستحبة لو مكروهة لو حرام لو مباحة، طلع لي إياها. أنا تابع للشرع، أنا ما تابع لسياسة سياسة الغرب وسياسة الشرع. موجود عندنا، أنا ما أقول لك ما عندنا، عندنا يسموه فشي حاكم شرعي، أكو قائد، أكو كذا، أكو منصب، هذا واحد. الشيء الثاني يقولون بأن وزير النقل صاحبي، مو هيجي؟ خب وزارة النقل لمن تابعة؟ من يسألك يقولون تيار صدري، مو تنزلنا نقول صحيح. إجاني ذاك اليوم شو اسمه، عفنا وزارة الصحة، قاعد يمي شو اسمه واحد من النجفيين هم، والله التموين ما جانا وما ادري شنو، اقول ايش عندي ادويه التموين، يربط لي اياها وزير النقل ما يجيب لهم سيارات، فما يحصلوا شو اسمه ما يجي، مع انه هو احسن وزير باعتراف الجميع انه احسن وزير هو وزير النقل. شي تيار صدري شنو التموين ما واصل لنا، شي سيارات ما يجيب لهم، مع انه ماكو شيء اصلا يعني. فإذا 20 أنا مسيطر بالمجلس و 20 وزير، أنا وزيرين ومو تابعين إلي وراسي شاب من وراهم، لا عاد لو عندي 20 وزير شو أسوي بذاك الوقت حبيبي؟ خليني قاعد ساكن، لو اللي صار بوزير الصحة لو بغيره. هو وزير الصحة ما أنا أقوله، يجون يقولوا لي أنا هذا مقلد للسيستاني، شلون خليته؟ هم بسطوا مقلد للسيستاني يعني ما له علاقة. إن
شاء الله مبدا التعاون موجود موجود لا بخدمتك على مستوى السلطه او على مستوى الشعب ان شاء الله ان شاء الله بعونه تعالى نسال الله ان يوفقكم الله يوفق الجميع ان شاء الله الله يطول عمرك ان شاء الله ممنون الله يعزك ان شاء الله يا رب.